السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم الفيديو ديالي ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد ان شاء الله، غادي نبداه من العسل، الفيديو ديال الشباكيه ان شاء الله اللي وعدتكم باش نشاركو معكم. وغادي نبدا ان شاء الله من العسل. اول حاجه البنات هو غادي نصاوب العسل. العسل ديالي البنات كنصاوبو بالطريقه ديال عدوستي، اسهل عسل شفتو في حياتي. هادشي باش انايا كنصاوب العسل، كنت كنصاوب بواحد الطريقه صعيبه، ومره يصدق مره ما يصدق. ملي بديت كندير بحال الطريقه ديال دوستي، الحمد لله ناجح 100% بلا عذاب بلا حتى حاجه. الحاجه اللي اشنو عندي فيه، عندي هنايا الا عندكم قلب السكر راه فيه 2 كيلو، الا عندكم سنيده راه فيها 2 كيلو. انا عندي سنيده فيها 2 كيلو ديال سنيده، عندي 2 حامضات صغار. هاد الحامضات غادي نعصرهم وغادي نصفيهم وغادي نكب العصير ونحط هذيك القشرات بالربعه، غادي نلوحهم وسط منه. وواحد العويد القرفه انا غادي نجيبو. وعندي الماء، الماء يا البنات ها نتوما الماء غادي نكبو، غيفوت هاد السنيده اللي كتشوفوا بين اللي كتشوفوا دابا، غادي يفوتها بصبع وشويه. غتنعبر انا بصبعي، كنعبر ما تنخليش زعما كسميتو. انا غنجي دابا نجيب القرفه ونرجع لكم. ها نتوما البنات عندي هنايا غير عويدات القرفه. انايا حيت هاد العويدات قصار درت هاد ثلاثه، نتوما ديروا عود طويل ديال القرفه، ولا الا عندكم ديك القرفه اللي رولي هكا ديروا حتى هي كتجي زوينه. غادي نديرهم غير باش تعطيني واحد النسمه زوينه وصافي. العصير ديال 2 حامضات هو هذا، غادي نخويه. وعندي حتى هذيك القشره يا البنات ديال الحامضات بجوج، ها هي هاد الحامض. الفائده ديال القشور كتساعدني باش كنعرف هذيك سميتو، هادي غادي نحيد فيها هاد العطيمات، كتساعدني باش كنعرف واش طابت، تيعاونوا باش تعرفي واش طابت العسل ولا مازال. غادي نحيد هذوك العطيمات وغادي نخوي دابا الماء. كما قلت لكم صبع فايت بشويه، ومن بعد حيت هي كتمر بمراحل كثيره، من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نديرها. ها نتوما شوفوا السكر هو هذا، سنيده هي هادي. ها نتوما شوفوا سنيده هي هادي، فايته سنيده بصبع وشويه. راه صافي دابا دخل هذاك الماء، هانتوما غادي يبان لكم الفرق، سنيده لتحت وتقريبا صبع باش فايته هذاك السني هذاك السكر. غنزيد شويه صافي تقريبا صبع واحد شويه باش فايت النيفو ديال السنيده. غادي نديرها يا البنات حتى تطبخ مزيان وتطلع عليها هذيك الكشكوشه. هذيك الكشكوشه فاش نشوف اللون ديالها كيتبدل كيولي بحال هكذا، غادي نخوي الماء. المهم غنوريكم هذه المرحله مزيان باش تعرفوها. المهم لي غادي تغلى دابا نخليها تغلى على عافيه مهيله، تغلى تغلى مزيان. غادي نجهد عليها البوطه حتى تبدا تغلى ونقص عليها. ملي نشوف هذاك الرغوه اللي كدير كتبدل ليها، بدا كيتبدل ليها اللون ديالها، غادي نوريكم اشنو غادي ندير ان شاء الله. وها نتوما معايا حتى تطبخ مزيان وتطلع عليها هذيك الكشكوشه. هذيك الكشكوشه فاش نشوف اللون ديالها كيتبدل كيولي بحال هكذا، غادي نخوي الماء. المهم غنوريكم هذه المرحله مزيان باش تعرفوها. المهم لي غادي تغلى دابا نخليها تغلى على عافيه مهيله، تغلى تغلى مزيان. غادي نجهد عليها البوطه حتى تبدا تغلى ونقص عليها. ملي نشوف هذاك الرغوه اللي كدير كتبدل ليها، بدا كيتبدل ليها اللون ديالها، غادي نوريكم اشنو غادي ندير ان شاء الله. وها نتوما معايا، ها نتوما البنات شوفوا الرغوه اللي كدير. راني خليت البوطه مجهده ولكن درت ليها هذيك القزديره اللي كنديروا للطاجين. المهم شوفوا الرغوه كيفاش دايره، راه كانت بيضه ولكن بدا كيتبدل ليها اللون. ها نتوما غادي يبان لكم اللون ديال العسل، ما غاديش يلاه كيولي غير صفر. حتى تولي هاد الرغوه هادي غادي تبدل ليها اللون وتولي بحال اورانج. وهاد الليمون هاد الحامض هذا غيولي قهوي، غيولي لونو كراميلي كما قال.
غيولي كراميل، وحتى هذا اللون ديال الرغوه هو باش كنعرفوا اللون ديال سميتو. فاش يولي هذا اللون كيتبدل ديال الرغوه يولي قهوي بحال لون الكراميل، غادي نخوي عليه هذاك الماء اللي شاط ليا في الكاس حتى تحبس هذه الرغوه ما بقاش تسمع الصوت ديالها. غنوريكم الطريقه بالتفصيل. انا تعمدت باش نديرها اليوم باش قبل ما ندير، حيتاش كنصاوب العسل بنهار عاد باش كنصاوب الشباكيه، ما كنصاوبهمش في نهار واحد. كل ما بات الشباك هذيك العسل كل ما كان احسن، وكتعرفوني واش بارك عليها في القوام ديالها او لا لا. المهم هانتوما غادي، هانتوما البنات شوفوا اللون كيفاش ولا، شفتوا تبدل اللون ولا كراميليزي شوفوا. وحتى هذوك الحامضات غادي تلقاوهم حتى هما تبدل ليهم اللون، شوفوا كيفاش ولاو شفتوهم. دابا اش غادي ندير؟ غادي نزيد الماء حتى تصمط هذا سميتها هذا الكشكوشه هذه. بسم الله ما تخافوش منها، بردي شويه شفتو كتكبوا الماء حتى كتصمط، حتى ما بقيتوش تسمعوا تشوفوا هذيك الرغوه اولا كتسمعوا الصوت ديالها، وكتخليوه يزيد واحد شويه. شفتوا اللون كيفاش داير؟ كتخليوه يزيد واحد شويه. هانتوما البنات شفتوا، شوفوا كيفاش كيولي، فاش كيولي هكذا. بلاتي نوريكم بالمغرف، انا كنستعمل غير الملعقه الخشبيه. شوفوا دابا اللون ديالو كيفاش داير. واخا يعاود يدير هاد الكشكوشه ما تزيدوش الماء، راه خليته غلا حتى دار هاد الكشكوشه. غادي دابا نطفي عليه، وهزيت واحد شويه منو درتو في الثلاجه. دابا غادي نوريكم فاش كيولي يدير هاد الخيط البنات، هانتوما فاش ما كيتقطعش الخيط ديال العسل، يعني راه مزيان. غادي نخليه دابا يبرد وان شاء الله. هانتوما شوفوا كيفاش دابا راه طفيت عليه، شوفوا كيفاش اللون ديالو. هذا اللون انا اللي بغيت، ما بغيتوش كحل زعما كداير عليه غامق ولا شي حاجه. شوفوا كيفاش كيجي، شفتوا ملي يبرد راه غادي يتجمع. واخا كيبان لكم دابا جاري، راه العسل بلا ما يشمتكم راه حتى كيبرد عاد كيعطي القوام ديالو اللي بغيتي. داكشي علاش من الاحسن الا بغينا نصاوبوا الشباكيه ما نصاوبوش العسل في النهار، وفي نفس النهار نصاوبوا الشباكيه. العسل هو الاول عاد باش الشباكيه، العسل هو الاول بنهار ولا يومين عاد الشباكيه. شوفوا هذيك القشره ديال الحامض كيفاش تبدل اللون ديالها، ولا حتى هي بحال لون العسل. صافي هذا هو العسل ديالنا البنات، وحتى نبغي نصاوب ان شاء الله الشباكيه ونوريكم المقادير اللي كندير في الشباكيه، ونوريكم حتى الطريقه ديالي ان شاء الله في كل شيء ديالها.